أمانة في البداية أحب أشكر الأخوة في رابطة كلية العلوم الإدارية، هذه الرابطة يعني العزيزة يمكن علي يعني شخصيا وعلى جميع الأخوة الموجودين. طبعا ما لحقت على الجامعة هذه اللي موجودة، صراحة جامعة روعة، واحد وده يرجع يدرس في هذه الكراسي المختلفة. وللعلم أنا أيضا ما لحقت على جامعة الشويخ، أنا خلينا نقول الجي 2، انا لحقت على كليه علوم اداريه، كانت مدرسه رغم بساطتها كانت هناك فعلا ايام جميله وممتعه. وياكم كنت الطالب خالد ناصر رمضان دفعه 96، تخصص تمويل، تخرجت اعتقد 2000 او 2001 قبل لا تنتقل كليه العلوم الاداريه الى شويخ. استمتعت أمانة في كل نواحي هذه الكلية، كلية ممتعة. ما زلت أتذكر أساتذتي الفاضل دكاترة الدكتور راشد العويهان وكل الدكاترة المختلفين يعني، وأيضا القسم الإداري أخوي سعد هدية يعني أبو فيصل، يمكن لحقت عليه وأنا طالب يمكن قبلي بعشر سنوات كان. فيصل لحق عليهم كلكم يعني. وفعلا يعني هذه الكلية الجميلة، وأنا داخل أتذكر الشعار الإدارية اللي شفتوه بي، هذا الشعار أتذكر إحنا سويناه، وأتذكر فعليا كنا أنا ويا أحد الزملاء، واللي سواه كان رسام اسمه جون من شركة النظائر، وكان ذاك الوقت هذا شعار يعني إنه تطلع شعار الريشة هذه والألوان الجديدة يعني بلا شك كانت نحاول قدر الإمكان. كنا بذيك المرحلة إحنا سنة 98 أول مرة قائمة مستقلة تفوز في كلية العلوم الإدارية، فأول مرة نفوز بالرابطة، وكان ذيك المرحلة نفوز بالرابطة شيء يعني شيء مستحيل يعني ما نعرف. كنا نعرف إن شلون نشتغل انتخابات، ففزنا بالمقاعد الرابطة، ما كنا نعرف إن لنا مقر، شنو نسوي، شلون نعمل. وكنا كانت المستقلة بذاك الوقت إلى الآن لم تفوز بكثير من الكليات، قبلها بأسبوع كانت فايزة بالآداب. فبدأنا يعني بالعمل، كانت أتذكر قمنا ندوات جميلة جدا، ذكرنا أول مرة سوينا ندوة على النفط، كنا جبنا المرحوم الشيخ سعود الناصر، سوينا أمسية شعرية، وذيك الحزة جبنا الأمير بدر بن محسن. وذاك الوقت يعني إنك تأتي بأمير بدر بن محسن يأتي لكلية العلوم الإدارية يسوي أمسية شعرية، يعني كان التنظيم والعمل يعني في خبرات مختلفة. وايضا اتذكر تماما ورائد الرابطه دكتور راشد الوهاب مريد هني، ايضا عبد الله الوهاب اسف وشوي دكتور عبد الله الوهاب، انا اتذكر ايضا قمنا باول اضراب في كليه العلوم الاداريه، واتذكر سنه 99 2000 وكان متعلق بمواد التمهيديه وغيرها يعني ما تحضرني ذاكره، لكن اتذكرها تماما ان الدكتور عبد الله الوهاب كان له موقف مشرف مع الرابطه. الوقت هذه هي الذكريات. أمانة إذا كانت هناك أي نصيحة، استمتعوا بحياة الجامعة، حياة الجامعة ممتعة جدا، تكسب أصدقاء فيها يظلون وياك طول العمر. أنا يوسف ولا مشاري ولا كثير وأيضا عثمان، يمكن ما لحقت على عثمان، لكن هذه الانتخابات والقوائم تظل معانا إلى فترة طويلة جدا. وحتى أمانة علاقتنا بالقوائم المختلفة، ما زالوا عندي زملاء كثيرين مثل أسامة شاهين، مثل راكان النصف، أعضاء بالبرلمان اليوم، وإلى الآن استذكر كثير من المواقف الموجودة في كلية العلوم الإدارية. أيضا يعني متعة التحصيل التعليمي يعني لها جانب مهم جدا يساعدك، وأيضا الحياة النقابية في هذا الامر احد الامور اللي تسكر شخصيتك، سواء عقد الندوات، سواء اقامه الفعاليات المختلفه، تساعدك بشكل كبير جدا. لذلك انا انصح امانه اي شخص، سواء بنت ولا ولد،
أن يدخل هذه العملية الانتخابية، يدخل العمل النقابي، يتعرف على مختلف الفئات الموجودة، يتعرف على خبرات مختلفة سواء كانت رياضية، ثقافية، سياسية وغيرها، والله يوفق يعني هذه بشكل مختصر.